تهجير أهالي غزة إلى سيناء على ثلاثة مراحل وإعادة الاحتلال الإسرائيلي للقطاع، هذا ما كشفت عنه وثيقة مسربة لوزيرة الاستخبارات في إسرائيل ونشرتها صحيفة كالكليست الإسرائيلية. الوثيقة تناولت ثلاثة بدائل لفترة ما بعد الحرب التي تهدف إلى القضاء تماماً على حركة حماس، لكن البديل الذي سيؤدي إلى نتائج استراتيجية إيجابية وطويلة الأمد بحسب الوثيقة هو نقل سكان غزة إلى سيناء، وهذا المخطط بحسب الصحيفة سيأتي على ثلاث مراحل: الأولى إنشاء مدن خيام في سيناء جنوب غرب قطاع غزة، والثانية إنشاء ممر إنساني لمساعدة السكان، والثالثة بناء مدن في شمال سيناء. وبحسب الخطة في الوقت نفسه تقام منطقة عازلة بعرض عدة كيلومترات داخل مصر جنوب الحدود مع إسرائيل حتى لا يتمكن أهالي غزة المهجرون من العودة، إضافة إلى تعاون دولي لتحقيق هذا الهدف وتقديم المساعدات للسكان المهجرين. أما في غزة فتقول الوثيقة إن مجموعة إسرائيلية تعمل حالياً على تأسيس حركة تسمى مقر الاستيطان في قطاع غزة، وهدفها إعادة استيطان القطاع. كل تلك المقترحات والخطط الإسرائيلية قوبلت برفض واسع على الصعيدين الرسمي والشعبي. السلطة الفلسطينية وحماس يرفضون بشكل قاطع، ومصر أكدت على عدم قبول مخطط كهذا، معتبرة أنه سيحول سيناء إلى قاعدة لشن هجمات على إسرائيل. الأردن بدوره اعتبر أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر وأنه سيتصدى له بكل قوة. أما أهالي غزة فمتمسكون بأرضهم رغم جميع الأهوال التي يعيشونها.